السلام عليكم everyone. اليوم فيديو جديد بس عن موضوع نفس المواضيع القديمة، بدنا نغير زيت للسيارة. بس اليوم حابب أورجيكم كم وقت راح ياخد تغيير زيت السيارة، تغيير زيت تغيير فلتر. أنا رفعت السيارة بس على الجكات وحنغير الزيت كامل مع بعض، وحيكون كله تايم لابس، يعني الفيديو راح يكون قصير. خليني أورجيكم. طيب زي ما انتم شايفين هاي السيارة مرفوعة على الرامبس او الجكات، وانا هلأ بالتليفون راح اعمل سكرين ريكورد واحط تايمر، راح نشوف كم تغيير الزيت كم دقيقة بياخد. اوكي هاي سكرين ريكورد. اوكي هلا نحط التايمر. اوكي راح نسوي ستوب واتش، راح نشوف كم راح ياخذ الوقت. راح احط لكم صوره السكين ريكورد على الفيديو. هاي التليفون هون. Fifteen minutes. هيك بتغير الزيت بس بربع ساعة. Thank you.
موسيقى